مشاهدينا رجعنا لكم مساء الخير عن جديد. وصلنا لفقرة فنات معنا دينا. مساء الخير دينا. مساء الخير جميعا. مساء الخير. مساء الخير. شايف شغلات هيك حلوة يعني. ايه. هاي شو اسمها شنطة؟ هاي شنطة. هلا أنا أول شيء وعدت الأسبوع الماضي إنه كل أسبوع رح نعمل شغلة جديدة. بلشت بالخرز وكثير عالم قالوا لي إنه ما كان واضح الموضوع وأنا ممكن أرجع أطرق له مرة ثانية وحاول أوضح الفكرة قد ما بقدر. حلو. لأنه الصراحة هو موضوع يعني كبير وبنعمل منه شغل كثير حلو عن تجربة يعني أنا عم بحكي هذا الموضوع، فأنا أكيد رح أحاول أرجع له وحاول أوصل الفكرة لأكبر عدد ممكن. صحيح. وأنت عندك خبرة أساساً بهذا الموضوع بما يخص موضوعنا اليوم. طبعاً هذه اللي عنده شيء جينز بالبيت جينز غير مستعمل قديم، حتى إذا ماشي شوي سميكة المهم تكون شوي هيك بتلقى. ممكن أنا بحاول دائماً أستفيد من الأغراض القديمة. في عالم بتقول دائماً الجينز إنه صعب حياكته أو صعب. ايه تماماً. هلأ أنا بدي أحاول أني أنا ما أعمل طبقات كتير أصلاً. حلو. أنا هي مخيطة على إيدي يعني أنا ما استعملت ماكينة فيها، وأنا بتقصد لأنه بحب يعني بحس. طيب. إنه هيك أسهل يعني. حلو. الفكره بالجينز انك ما تعمل طبقات كثير لانه فعلا بده ماكينه صناعيه. تمام. طب يعني خلينا نبدا في عنا شيء احمر. اي هلا الاحمر هي انا لانه بدي اعمل شنطاي حمراء وراح ابلش بين القطع قطع قطع. هلا الفكره انه نحن راح نبلش بجينز قديم، بنطلون قديم، جاكيت قديم، حابين تستفيدوا منه، حابين تعملوا منه شيء حلو. فالفكره انه نحن بدنا نقص قطع منه عده قطع اللي هن بشكل الأساسيات اساسي يعني الاساسيات. انا بدي الجيبه الرئيسيه، انا راح احط قطعتين مثل هدول هيك مربعين. ايوه قطعتين مربعين مثل هدول اللي هن هدول الشنطه يعني اللي بدها تكون هي الجيبه مثل ما بيقولوا للشنطه. بدي قص جيبه من البنطلون. حلو. وحده من الجيب يعني هي بتطلع الديكور صغير هيك وشغله بسيطه يعني. وبدي الشواطه، ولانه انا اخذت قطعه كبيره اللي هي الحامل تبع الشنطه. تماما اللي هي هي انا بسميها شواطه ما بعرف اذا في لها اسم. من وين بياخذوا هيدي القطعه؟ هلا بدي اجي للبريم. هلا الفكره انه انا بدي احط ديكورات، كل شخص بدكره بالطريقه اللي بده اياها. اذا بدك بتحط لها تطريز، اذا بدك بترسم عليها، اذا بدك بتحط لها بريم مثل هذا. انا الصراحه بدي شغله سهله. في ناس بيحطوا لها خرز واشياء يدويه. في كثير خيارات يعني، بس انا حاليا ما رح اوسع الموضوع كثير لحتى يكون بسيط قدر الامكان. طيب يلا يعني نبدا. فانا هلا بدي استعيب بهذا البريم، هو هيك شكله هيك يعني ما في شيء مميز، شغله بسيطه. اي بعد ما هذا من وين ممكن يجيبوه؟ مكان الكلف عادي، مكان محلات الكلف يعني. وفي اشكال الوان يعني الواحد هو وذوقه هو شو حابب يحط الوان فينه يحط. هلا رح اضب هدول على جنب يعني بالأحمر. انا ما رح اقدر اطبق على الهواء مع الاسف، رح بس افرجي المشاهدين انا كيف ممكن اعمل. هلا هون بدايه انا رح اخذ اني انا بعد ما قصيت الجيبه وحده من الجهات هدول بدي ثبت الجيبه عليها اللي هي هي، بدي ثبتها عليها. وطبعا انا عامله تطاريز صغيره هون شغلات هي اللي لا هدول اللي على الجيبه. هدول تمام شايف هدول الصغار انا مطرزتهم، نوع من اللمسه نوع من الحركه يعني. ومثل ما قلت كل حدا بيشتغله بالطريقه اللي بده اياها يعني. ما في قاعده للموضوع. اي هدول مثلا هدول التطاريز الصغار الناعمين يعني انا شغلتهم هدول يعني. هي شغله كثير بسيطه او ممكن مثل ما ذكرتي نستبدل مثلا بخرز او كل تطريزات حدا يعني بيبدله بالطريقه اللي بده اياها تماما يعني. حلو. ما في هدول هلا القطعتين وبعدين تماما هدول قطعتين قد بعض. وثبتت البريم هذا فوق، انا بسميه بريم ما بعرف اذا له اسم ثاني، وثبتت هذا البريم فوق هيك فبدا يطلع عندي بالاخر هذا الشكل. حلو تماما هيك بيطلع عندي هيك. كمان ما رح اقدر خيط على الهواء لانه يعني صعب شوي. هذا الافضل دينا انه يندرس صح؟ اذا إيه في اذا في ماكينه بالبيت. اذا في ماكينه اسهل طبعا، اذا ما في ماكينه بيندرس على الايد، بيتسكر وبيطبقوا على بعض بهذا بالأفة. الشكل. اي طبعا لازم بالقفة وبعدين بينقلب. وبعدين بينقلب بينحط. هلا بنجي للشواطه. ولاني انا اخذت اكبر قدر ممكن من البنطلون لاقدر اعمل الشتا منه، فانا بضل عندي قطع صغيره، فباخذ قطعتين مثل هدول هيك وبوصل القطعتين ببعض هون هيك وبخيطهم، بيطلع عندي شواطه اطول. هلا انا زينتها زياده شوي للقطعه وحطيت لها كمان بريم. يمكن كمان البريم بيخفي الوصله. ايه تماما بيساعدني هون. ايوه يعني والله ايام انت يعني نفهم بكل شيء. ايه فبيساعدني اني انا اخفي العيوب اللي بتطلع يعني، وبيساعدني انه يعطي هيك جماليه اكثر، بيطلع معي هذا الشكل. هلا بعد ما خلصها طبعا بعد ما ادرز الشنطه على الجناب من هون ومن هون. تمام. بدي اركب الشواطه وبيطلع معي هي الشنطه. هذول الاشياء هيك ما لهم علاقه لا صح؟ اليوم ما رح نشتغل فيهم هذول، بلكي مره ثانيه رح نشتغل فيهم.
وبتطلع معنا شنطه بهذا الشكل، يعني شنطه صغيره بسيطه. حلوة. هي حلوه وعمليه الصراحه، انه بتحط فيها الموبايل. صبايا صغار يعني، خرج صبايا صغار. او حتى اذا مثلا نازله على السوق بدك تحطي الموبايل، بدك تحطي المصاري بس الجزان وتنزلي، بس بدك بده يتركب له سحاب، لانه هي يعني سهله هيك، بده يتركب له سحاب او شيء. سحاب كيف؟ من جوا؟ من جوا، من هون بيتركب سحاب. عم يقول المخرج من نفس البنطلون. لا، بيكون سحاب البنطلون صغير. لا، بده يكون سحاب اكبر من هيك، يعني بده يتركب من هون سحاب او زر او كل حدا بيتفنن فيه بالطريقه اللي بده اياها يعني. حلو، فكره لطيفه. يعني هي شنطه صغيره بسيطه، يعني بينحط فيها الموبايل، الشزدان، العطر، يعني وهيك تقريبا نكون خلصنا. هي هي الفقره. الاسبوع الجاي شو بدنا نحكي؟ في شيء محدد؟ خلينا نفرجي العالم هيك نحن. هلا الاسبوع الجاي كمان بدي احاول فوت بالجينز، بحيث انه نقدر نعمل مثلا ديكورات للجينز. جبت خاربة كذا بنطلون جينز. مليان يعني، انا صرت اقصى شيء 3 بنطلين يعني لهلا بس. هيك بس انه هي الفكره انه انت احسن ما تكبه. تمام. وطبعا انا بفضل دائما انه انا استفيد من الشغلات، يعني احسن ما اكبه. طبعا بعمل منه بنطلون، بعمل منه شنطه. يعني حتى في ناس الجينز بتعمله اذا في ساعه بتحط على الساعه على الكتاب بينحط بزين الكتاب، عرفت؟ هلا في شغلات كثير افكار فيه للجينز، بالاخص انه الجينز ماشي ما بتنهرى، ماشي حلوة، لونها حلو، لون الأزرق بيساعدنا. صحيح. ويعني بتساعدنا كتير، يعني بنشغل فيها كتير شغلات. جميل. بدنا نشكرك دينا وناطرينك الأسبوع الجاي. شكرا. إن شاء الله. مشاهدينا بعد الفاصل شو عنا؟ عرضة شامية على دور البنزين. ميسي يؤكد علو كعبه وشبان أياكس يطيحون بالسيدة العجوز. وفي بيت المونة مشاكل المعدة وأنواع الطعام المناسبة.